توقف عند مبادرات بعينها وخليني أبدأ مثلا أو أنطلق بمبادرات الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا لدى الأطفال، لأنه ليها بعد إنساني، هي برضو وضعف السمع والإبصار عند الأطفال. في أمهات كثير كانت بتفاجأ بصعوبة عند أطفالها في الاستيعاب في المدرسة، في ممارسة حياتها بشكل طبيعي من غير ما تكون عندها القدرة على تحديد الأسباب، نتيجة لغياب الوعي في بعض الأحيان، غياب القدرة الاقتصادية على الكشف ومتابعة العلاج. المبادرة دي غيرت حياة ناس كتير وليها بعد إنساني كبير جدا. نعرف من حضرتك بعض الأرقام، بعض المستهدفات، التوزيع حتى الجغرافي لتطبيق المبادرة. طيب هرجع بس لجزء مهم، ولأن أنا الحقيقة يعني أعجبني جدا في كلام حضرتك الربط ما بين التعلم والحالة الصحية، عشان كده بنرجع للمشروع القومي للتنمية البشرية. النهاردة الناس عايزة تتعلم، وأحيانا كتيرة بيبقى في سؤال، لو أنا سألت أي حد هو إيه فكرك لو عشان نحسن التعليم أو مخرجات التعليم في مصر هنحتاج إيه، ناس هتتكلم على كثافة الفصول، ناس هتتكلم على انتشار الجغرافي للمدارس، ناس هتتكلم على المناهج، كفاءة المعلمين، ناس هتتكلم على المناهج. لكن في أوقات ممكن نعمل كل ده ومع ذلك مخرجات التعليم ما تبقاش كويسة. ليه؟ لأن الطفل إما زي ما حضرتك قلت كده صحته غير قابلة لاستيعاب كل ده، إما بسبب الأنيميا، إما بسبب النظر، بسبب ضعف السمع. طيب إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل الكشف على هذه الأمراض في السن المدرسي، في سن أول ما يخش الابتدائي بيتم عمل مع بداية العام الدراسي ونهاية العام الدراسي على جميع مدارس الجمهورية حكومية وخاصة وأهلية، بيتم الكشف. عندنا أرقام تجاوزت 25 مليون طفل تم الكشف عليهم منذ بدء المبادرة. 25 مليون طفل منذ تم الكشف عليهم بدء المبادرة، لأنه احنا في كل سنة بنبدأ مع بداية العام الدراسي الفرق تتحرك في المدارس زي بتاعي كده، سواء كانت مدارس انترناشونال، مدارس حكومية، مدارس تجريبية، لغات، أيا كان بيتم الكشف على هذه على مستويات جغرافية ولا كله بالتوازي؟ 27 محافظة بالتوازي، 27 محافظة بنتحرك 27 محافظة تباعا، بنمر على المدارس اللي موجودة في كل محافظة من خلال مديرية الصحة اللي موجودة في المحافظة، وإحنا عندنا كيان موجود في وزارة الصحة مسؤول عن المبادرات الرئاسية مركزي وبيتواصل مع 27 محافظة لتحقيق ده. بيحصل إيه بعد التشخيص؟ يعني نكتشف أنه في طفل أو كذا أو عدد رقم عنده ضعف سمع وإبصار، الرحلة تبدأ إزاي؟ رابط كل منطقة جغرافية بما نسميه مستشفى الإحالة. يعني هنفترض أنه أنا عندي مشكلة في مدرسة موجودة في محافظة القاهرة في وليكن التجمع، أنا عندي مستشفى موجودة في منطقة التجمع دي مستشفى الإحالة اللي هي الأطفال اللي بيبقى عندهم مشكلة في السمع، بحيلهم إلى عندي أكتر من 43 مركز على مستوى الجمهورية للإحالة، سواء كانت في مستشفيات وزارة الصحة أو في المستشفيات الجامعية للأطفال المصابين بضعف السمع. طيب أنا بعمل ضعف السمع فين؟ في وحدة الرعاية الأولية، ده عشان دولت لسه أطفال. المدارس كذلك، الفكرة بس أنه أطفال المدارس مؤمن عليهم، فاللي بيقوم بهذا المجهود الجبار هو هيئة التأمين الصحي الحالية، وهو مرتبط بمستشفيات إحالة، سواء المستشفيات التي تدار بواسطة هيئة التأمين مباشرة أو مستشفيات هو متعاقد معها، بيتم تحويل الأطفال ليهم عشان يتلقوا العلاج وبيتم متابعة التلقي. يعني في كل الأحوال أسرة المريض أو أسرة الطفل ما بتدفعش حاجة من عملية العلاج أو الكشف. حاجة أنا محتاج أأكد عليها، الدولة المصرية أمنت على كل طفل بيتولد على الأراضي المصرية، كل طفل مصري مجرد ما بيتولد وبياخد شهادة ميلاد هو مؤمن عليه، وبيظل التأمين ده ساري بدون أي مشكلة لحد سن الدخول المدرسة. دخلت المدرسة التأمين بيكمل معاك لحد سن 18 سنة، لما تخش الجامعة بيتم علاجك من قبيل الجامعة أو العلاج الطبي في الجامعة. الحاجة الوحيدة اللي بتسقط عنك التأمين الطبي لأطفالك إن هم يتسربوا من المدرسة، التسرب من التعليم، إنك ما تدخلهمش المدرسة. والحقيقة ده هو في الهدف منه
مصلحة الطفل، المصلحة الفضلى للطفل انه يتعلم ويبقى بصحته جيدة. مرة تانية الربط بين التعليم والصحة، التنمية البشرية، الربط بين التعليم والصحة والمهارات والثقافة والعمل والحماية الاجتماعية من خلال التضامن الاجتماعي، اللي هي المجموعة الوزارية للتنمية البشرية. وده جزء تاني من الفلسفة احنا بنفهمه دلوقتي مع حضرتك، فلسفة إدارة القطاع الصحي، مش بس علاج، مش بس أمراض، هي جزء من التنمية البشرية، جزء من البداية الجديدة للدولة المصرية التي المشروع القومي الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين للناس، وهو الاستثمار في العنصر البشري. والاستثمار في العنصر البشري يشمل صحة وتعليم وثقافة وتضامن اجتماعي ورياضة وأخلاق وقيم مصرية أصيلة من خلال الأوقاف، الأزهر، الكنيسة، وكل ده وتدريب وعمل وتأهيل وجدارات من خلال وزارة العمل. فإحنا بنتحرك تخطيط حقيقة عشان في النهاية يبقى عندك مواطن يتمتع بكل صفات المواطن الذي يستطيع أن يحيا حياة كريمة نفسية، بدنية، اجتماعية، سلوكية، صحية، كل حاجة.